قلت جملة، قلت بالنسبة لهم هم يعني عملوا أداء مش جيد، أو بالنسبة لهم النتيجة دي غير مرضية بالظروف الأفضل عندهم. عايز أقول لحضرتك إن إحنا عرضنا تصريحات المدير الفني لشباب بلوزداد، وكان بيتحدث إن لا إحنا عملنا مجهود رائع، وعملنا برضو يعني زي ما بتقال كده تنافسية شديدة على الأرض مع النادي الأهلي، وقال لك كان برضو من الأسباب اللي ما خلناش نفوز تساقط الأمطار والأجواء والحاجات اللي زي كده. ربما ده مبرر، يعني بيحاول ان هو يهدي بيه الجماهير هناك، لكن في الاول وفي الاخر هو شايف ان هو كان قدم مباراه جيده جدا. الصعيد الثاني لو حضرتك شفت تصريحات كولر، لا كولر بيتحدث ان هو ليس الافضل حاليا فنيا، وكان ممكن يقدمه افضل، فدي تصريحات ودي تصريحات. احنا هنتفق اكيد مع تصريحات كولر ان احنا كان ممكن نكون في اداء افضل بكتير، لكن الحمد لله ان احنا لسه متصدرين المجموعه بهذا التعادل. المهم اللي جاي، يعني انا دلوقتي شايف ان حتى اللي بيتعادل مع النادي الاهلي على ارضه وبوسط جماهيره بيشوف ان هو قدم مباراه قويه، لان انت بالظبط برضو معاك ند قوي النادي الاهلي، بالظبط. لكن احنا بنبقى دايما منتقدين لادائنا، دايما شايفين ان احنا ممكن نبقى افضل، والتعادل بالنسبه لنا وده المعروف خساره. فاللي جاي بقى مع الوضع اللي احنا فيه بتشوفه ازاي؟ وانا عندي ميدياما القادم، فخليني برضو اعرف منك. يعني ميدياما هو ده يعني مباراه تقريبا مش هقول فاصله، شبه فاصلة. يعني إن شاء الله بإذن الله نكسب المباراة، خلاص أنت تصدق يعني تأهلتي 100 100 بغض النظر عن آخر مباراة اللي هي هتتلعب، ناقص لنا مباراتين من دمى في الغاني. إن شاء الله بإذن الله الفرقة دلوقتي هتكون شوية من فورمة المباريات لعبتها، يعني قربوا لبعض شوية، حسوا ببعض شوية، لكن مش هتبقى 100 100 برضو، لأن الوقت ما لعبوش. فورمة المباريات دي تيجي من 3 4 مباريات مع بعض مختلفة، فاحنا مفيش الا مباراة واحدة. المباراة التانية دي إن شاء الله بإذن الله ربنا وفقنا فيها، نتوقع فيها أداء أفضل وانسجام أداء أفضل ونتيجة أفضل كمان، يعني النتيجة هتكون أحسن، لأن حماس اللعيبة وإحساسهم إن هذه المباراة هي اللي هتوصلهم للدور النهائي. رائع جدا. طيب هنروح ونرجع لملفات مختلفة، بس عايز اخدك برضو كابتن فتحي للملف الخاص بعودة الجماهير، لان ده خبر افرحنا كلنا. احنا سمعنا الخبر من هنا، اتعمل له شير ونسبة يعني متابعة عالية جدا طبعا. وده يمكن ياخدنا شوية الايام بقى زمان وكابتن فتحي وهو لاعب في النادي الاهلي، وازاي الجماهير كانت ليها تأثير يمكن بنسبة 50% على اداء ونتيجة المباراة وعلى الروح الحماسية اللي احنا دايما بنتكلم عنها. فيعني خلينا نتكلم معاك شوية للذكريات دي. نقدر نقول عودة الروح. حلو ده. عودة الروح للمباريات، لأن روح المباراة أكسجين اللعيبة اللي هو بياخده يتنفسوا بيه، هو الجمهور اللي هو يكون موجود بيديهم الدوافع وبيطلع من عندهم دوافع جديدة، واللي بيأهلهم إنهم أكثر حاجة عند كل لاعب إن هو عايز يبرز كل اللي عنده قدام جماهيري قدام عينيه، غير الشاشات التلفزيون. صحيح. كان بقول لك انه بلعب، لكن الجمهور وصوت الجمهور اكيد دافع قوي لكل لاعب في الملعب انه يقدر يأدي، وللحكام انهم يأدوا، للفرقتين انهم يأدوا، فدي هيرتفع سرعه اللعب في المباراه، هيرتفع اداء اللاعبين في المباراه، المواهب هتظهر والاداء الاحسن هيظهر والحماس هيظهر، وكل حاجه كل المنظومه هتطلع طالما في جمهور. ذكرياتك ايه مع الجماهير؟ لو في ماتشات او مباريات تحديدا تتذكرها كانت مع جماهير النادي الاهلي او حتى منتخب مصر. لا يعني جماهير النادي الاهلي لها دور قوي 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 في دفع اللعيبه. احنا في مباريات نقول الجمهور هو المنتصر، مش الفرقه هي المنتصر، اللعيبه بتأدي، لكن الجمهور له دور كبير قوي قوي، سواء في منتخب مصر او سواء في النادي الاهلي. نهاوند كان زمان واحنا كان المنتخب بيبقى استاد القاهره ما فيهوش مكان في التدريب، مش في المباراه. صحيح. التدريب كان يعني لا تتخيل، استاد القاهره في قبل 86 وقبل لوس انجلوس 84 كنا بنتمرن، كنت تيجي لاستاد القاهره تلاقيه
فل، مفيش مكان، الناس مش هتصدق. لا انا بقول اه يا ريت في صور من ايام. طيب انا لقطات طبعا مش من زمان، بس يعني جماهير النادي الاهلي اجيال كتيره دلوقتي واعمار كتيره قدام حضراتكم بتبقى حريصه متواجده. احنا كنا في استاد التتش قبل ما كان يتهد وكده، تدريبات النادي الاهلي خصوصا الثلاث والاربع، لان كان الدوري منتظم ومعروف ان المباريات كلها يوم جمعه او سبت، لكن ما فيش وسط الاسبوع. كنت تلاقي كم الجماهير اللي هي في استاد التتش اكنك مباراه رئيسيه، وتفرحي بقى الناس دي طالعه وطالعه على كوبري قصر النيل وبيتمشوا واللي بيتكلموا، الجمهور بيدي حياه، بيدي حياه للفرقه، واللعيبه بقى او الجمهور بيروح في اخر التمرين يطمئن على فرقة.